التحالف السعودي الإماراتي يقر بأخطاء ارتكبت في اليمن ويتعهد بمحاسبة المسؤولين. مرحلة جديدة مختلفة من الأداء العسكري أم استجابة للضغوط الدولية المتصاعدة؟ أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامج للخبر بقية. قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الغارة الجوية لقوات التحالف بقيادة السعودية التي قتلت 26 طفلا وأصابت 19 آخرين على الأقل قرب حافلة مدرسية في سوق ضحيان شمال اليمن الشهر الماضي يبدو أنها جريمة حرب. المنظمة طالبت كذلك الدول الكبرى بتجميد مبيعات الأسلحة إلى السعودية فورا ودعم التحقيق المستقل للأمم المتحدة في الانتهاكات التي ترتكبها جميع أطراف النزاع في اليمن. ويوم أمس اعترف التحالف السعودي الإماراتي باستهداف حافلة تقل أطفالا في صعدة، وقال إنه يقبل بالنتائج التي توصل إليها الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن بأن الضربة التي نفذت الشهر الماضي كانت غير مبررة. أطفال ضحيان بصعدة شمال اليمن لم يكن في حسبانهم أنهم سيكونون هدفا عسكريا وفق رؤية التحالف. 26 طفلا قتلتهم غارة نفذها طيار التبست عليه قواعد الاشتباك مثلما التبست في عشرات الغارات المماثلة التي كانت فيها حفلات الأعراس وصالات العزاء أهدافا مباحة لها على مدى أكثر من 3 سنوات ونصف. بعد 3 أسابيع تنبه التحالف أن أطفال صعدة لم يكونوا هدفا عسكريا ذا خطورة وأن استهدافهم خطأ لا يتوافق مع قواعد الاشتباك. التحالف اعتذر ودعا إلى محاسبة المتسببين وتعويض المتضررين. منظمات وفعاليات دولية كانت قد دعت إلى تحقيقات شفافة في كثير من الحوادث التي لطالما ارتكبتها أطراف الصراع. منظمة هيومن رايتس ووتش اعتبرت أن حادثة أطفال ضحيان بصعدة تمثل جريمة حرب، مطالبة الدول الكبرى بتجميد مبيعات الأسلحة إلى السعودية فورا ودعم التحقيق المستقل للأمم المتحدة في الانتهاكات التي ترتكبها جميع أطراف النزاع المسلح في اليمن. وبين التباس قواعد الاشتباك وتكرار الأخطاء واستمرار الصراع يزداد عدد الضحايا المدنيين ويتفرق دمهم بين الأطراف. تغض تلك الأطراف النظر عن كثير من الحوادث وتعتذر عن أخرى كما حدث مع أطفال صعدة، فما عساه يجدي الاعتذار. خليل القاهري، التلفزيون العربي. معي من صنعاء محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي، وهنا في الاستوديو دكتور عماد الدين الجبوري الباحث والأكاديمي. دكتور الجبوري، ما الذي يعنيه إقرار التحالف بأننا نعم ارتكبنا هذه المذبحة كما وصفت، مقتل أكثر من 26 طفلا؟ التحالف أنكر في البداية وبالأمس أقر. لم ينكر، وإنما قال اللجنة المشتركة سوف تقوم بالتحقيق. هنالك من شكك في نتائج هذه اللجنة، ووجدنا أن اللجنة ذات مصداقية قالت هنالك نعم تأخير في الطائرة المقاتلة عن تنفيذ الهدف. هذا التأخر لأنه الاستخبارات الميدانية لم أشارت في بعض الأمر أنه هنالك عسكريين حوثيين استهداف مشروع، ولكن فيما بعد بهذا التأخير أتت الحافلة وجرى ما جرى. يعني التحالف العسكري العربي كان صادقا عندما جاءت النتائج وقال نلتزم بالقانون الدولي، أنه تعويض المتضررين قرار واعترافه على حسب المسؤولين. قال تعهد بمحاسبة نعم المسؤولين. بلا شك، نعم بلا شك هنالك نعم. التقرير التحالف العسكري يقول هنالك تأخير. هذا التأخير ما بين تحميل الطائرة المقاتلة وعن الهدف، هذا التأخير يتحمله من الذين قائمون في ذلك الوقت سواء كان من الاستخبارات الميدانية أم من القاعدة العسكرية، يتحمل المسؤولية. سيد محمد البخيتي، ماذا تريدون أكثر من ذلك؟ هو التحالف يقر بمسؤوليته، يأسف ويعرض تعويضات للضحايا. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا اعتذار السعودية هو لا يعبر عن صحوة ضمير، وإنما هو أحد مشاهد ذرف دموع التماسيح من أجل امتصاص الغضب الدولي لا غير.
لأن السعودية ارتكبت بعدها جريمة بحق أطفال، حيث سقط حوالي 20 طفل في منطقة الدريهمي، ولكن هذه الجريمة لم تحظى باهتمام دولي، لذلك لم تقدم السعودية أي اعتذار. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، السعودية بالفعل كما قال ضيفك أنها لم تنكر ارتكاب الجريمة، ولكنها بررتها وقالت أن استهداف الأطفال في سوق مزدحم هدف مشروع، وبررتها بأننا نكون نجند الأطفال. خيتي بالأمس يعني بررت بالأمس قالت التحالف أقر بأن الهجوم غير مبرر، قالوا ذلك حرفيا. أخي الفاضل، أنا أكلمك في البداية، عندما في البداية هم لم ينكروا، أنت قلت أنهم أنكروا الجريمة، لم ينكروا الجريمة ولكنهم برروها، ولكن عندما حصل ضغوط دولية مثل ما قلت لك قررت أن تقوم بمشهد من تلك المشاهد، مشهد درب دموع التماسيح. أيضا عندما يتحدث ضيفك يقول أنهم قالوا تعويضات، لم يقولوا تعويضات، قالوا مساعدة يعني، وهذا أيضا جريمة وامتهان للضحية. الضحية إذا أردت تعوضه يعني تساعده، أنت يعني تمن عليه يعني، حتى شوف وتقول إيش مساعدة طوعية. أيضا أخي الفاضل، السعودية تستهدف مرتزقتها الذين يقاتلون معها في الجبهات بشكل متعمد، وهذا يعني لا نقول نحن فقط، وإنما أيضا مرتزقتها الآن يشتكون من هذه الأشياء. أيضا قضية الحصار المفروض على اليمن، يعني أكثر ما يؤذي الشعب اليمني هو قضية فرض الحصار. طيب هذا موضوع هم يبررون ذلك بمنع دخول الأسلحة. سيد البخيتي سأعود إليه بعد قليل، قلنا لا مشكلة أن يكون هناك رقابة. سأعود إلى موضوع الحصار بعد قليل. دكتور الجبوري، إذن القضية ليست كما يقول البخيتي، ليست صحوة ضمير متأخرة ولا شيء، إنما انحناء أمام عاصفة الضغوط الدولية. كيف لا أبدا؟ الولايات المتحدة هددت. نعم نعم. هددت بأنها لن تتعاون مع السعودية. لا لا يوجد تهديد، وأنا وجد تنبيه للسبب كالآتي. أمريكا لم تشترك أو تساعد في تحديد الهدف، هذه مسؤولية التحالف العسكري العربي. هنا الجانب تعتبر الولايات المتحدة يعني ذا صواب في هذا الشأن، هي تعطي السلاح، هي ملتزمة بالاستراتيجية تجاه التحالف العسكري العربي، سواء كان الجوانب اللوجستية أم الطائرات في التزويدها في الوقود في الجو وغير ذلك. ليست هي فقط، أيضا بريطانيا وفرنسا مشمولان بهذا الدعم اللوجستي والاستخباري للتحالف العسكري العربي، ولكن كما قلت الولايات المتحدة ليست مشتركة ولا تساعد في تحديد الهدف. تحديد الهدف هي مسؤولية الحكومة المحلية، أقصد الحكومة الشرعية والاستخبارات الميدان والتنفيذ على التحالف العسكري العربي. هذا هو الأمر، يعني بدون مماحكة، بدون أي مراوغة. ومن ثم التحالف العسكري له من الجرأة ومن الصدقية أن قال هنالك لجنة مشتركة وتم القرار وجرى ما جرى. السؤال هو ماذا عن الحوثيين؟ ماذا عن جرائم الحوثيين؟ ماذا يفعل؟ أبسط دليل الألغام، قتل الأبرياء وليس العسكريين المدنيين. سأسأل ضيفنا عن هذا الموضوع، لكن أبقى معك بأنه لماذا هذه المجزرة بالتحديد ضحيان؟ هناك كثير من الوقائع الصعبة، المجازر حتى ارتكبها التحالف العربي وفق شهادات منظمات دولية مرموقة، لم يفتح فيها تحقيقا ولم يعتذر. لماذا هذه بالضبط؟ لأنها كما يقول ضيفنا نالت اهتماما عالميا، لذلك قاموا بهذا التحقيق وخرجوا بكلام لا يعيد احدا. لا هذه قراءه سطحيه، هذه ليست قراءه معمقه. انت في حاله حرب يعني، وجدنا حتى والحوادث تقع بلا ادنى شك. انت في حاله حرب، ايران عبر ذراعها الحوثي والتحالف العسكري عبر الحكومه الشرعيه، انت امام حرب. يعني ليكن عقل النقد اللي تستخدمه في تشخيص ما يجري على الواقع اليمني يجب ان يكون ان يرتقي الى هذه الاستراتيجيه، وليست مساله محليه او فئويه او شخصيه. سيد البخيتي، على الأقل التحالف السعودي الإماراتي قام بتحقيق وخرج وأقر بمسؤوليته وقال إننا سنساعد وسنحاسب المسؤولين. أنتم لم تفعلوا أي شيء في حالة إنكار تامة لممارسات مروعة أيضا أنتم ترتكبونها بشهادات لجنة الخبراء الدوليين. متى تعترفون؟ نعم طبعا أخي الفاضل، هو لا فائدة من اعتذار السعودية، هو فقط
من أجل ذر الرماد على العيون، من أجل امتصاص الغضب الدولي حتى تستمر في ارتكاب المزيد من الجرائم كما فعلت في السابق مع قضية استهداف الصالة الكبرى، حيث قالت أنها ستحقق، ولكن ما هي نتائج تلك التحقيقة؟ لا شيء. أيضا تتحدث عن جرائمنا، نحن لا نرتكب جرائم ضد المدنيين أخي الفاضل. مثلا عندما من يرتكب هذه الجرائم هو دول العدوان، السعودية والإمارات. لجنة الدوليين الأسبوع الماضي يا سيد البخيتي قالت إن كل الأطراف بما فيها التحالف العربي وأنتم قد تكونوا متورطين بجرائم حرب. هذا خبراء مستقلون قالوا هذا الكلام. سأعلق على التقرير. لاحظ الآن الشعب اليمني يدرك حقيقة هذا العدوان، حتى في صفوف من يقاتلون في صف هذا العدوان. عندما كانت ترتكب السعودية جريمة كبيرة في صنعاء أو غيرها، ماذا تقوم بعد ذلك؟ ترتكب جريمة مماثلة في تعز، خصوصا في أحد الأسواق أو في أوساط المنازل. من أجل ماذا؟ من أجل أن تحملنا المسؤولية وتضلل على ما ترتكبه من جرائم. عندما تحدثنا عن هذه الحقيقة، لأنه لا يعقل عندما ترتكب جريمة هنا أو هناك في اليوم الثاني ترتكب جريمة في تعز. من رمضان الفائت، من بداية رمضان، عندما ارتكبت أحد الجرائم بحق عائلة في شمال صنعاء، ماذا عملت بعدها؟ ارتكبت جريمة أو قامت بعمل تفجير في مأرب راح ضحيته بعض المواطنين. وبعد جريمة صعدة أيضا سمعنا عن أن هناك تفجير واتهمونا فيه ضربة صاروخية واتهمونا بها في مأرب. إذن هي تقوم مثل هذه الأعمال. بالنسبة لنا هناك أشخاص محسوبين على أنصار الله، صحيح ارتكبوا جرائم ضد مواطنين أبرياء، لكن اعتقلناهم وحاكمناهم، وهناك أربعة أشخاص صدر بحقهم حكم بالإعدام عندما قاموا بقتل بعض المواطنين في البيضاء وهم محسوبين على أنصار الله. هل يعني قامت شرعية الفنادق أو هذا التحالف العدواني بهكذا محاكمات وأصدار أحكام؟ يعني أحكام هي ليست قاسية، هي حدود الله، يعني بالإعدام بالقصاص، هي قصاص لا يوجد. أما قضية استدلالك بما جاء في التقرير الدولي، التقرير الدولي هو تحدث عن جرائم مؤكدة ارتكبها العدوان، ولكنه لم يتحدث عن جرائم مؤكدة ارتكبناها، ولكن تحدث أن هناك تقارير وصحفية تقول أننا نرتكب جرائم، لكن هي غير موثقة. طيب، لأنه لا يوجد، نحن لا نرتكب جرائم ضد المدنيين. هذه نقطة مهمة أيضا أخي الفاضل. طيب، سأعود إليك فقط، خليني أسأل ضيفنا عن هذا الموضوع. أيوة نعم. دكتور الجبوري يقول لك إن سياسات التحالف بقتل اليمنيين سياسات ممنهجة متعمدة، بينما هم الحوثيون لا يفعلون ذلك إلا لماما ويحاسبون من يرتكبها. أولا، ما هي الصواريخ البالستية تقع على مدن سعودية آمنة أهالي؟ لا معسكرات ولا مقاتلين. يقولون هذا رد فعل يا دكتور، تقصفهم السعودية والإمارات فيردون. لا، هذا ليس منطق. المنطق أنه أن تثبت الوثيقة التي تسمى جريمة حرب، لا أن ترد. يعني هم يفتقرون إلى هذا المنطق، هذا أولا. ثانيا، ماذا عن الألغام؟ ماذا عن الصحفيين؟ ماذا عن استغلال 40 مادة في الدستور اليمني التي تجيز أو تشرع القتل، يستغلونها الحوثيين في تصفية كل مناوئيهم؟ فضلا عن حصار المدن، لا يوجد حصار. الحصار كالآتي، هنالك بعض الموانئ الخاضعة. لا، أنا أقصد هم الحوثيون يحاصرون بعض المناطق. نعم، تعز وغير تعز. نعم، هناك مناطق كثيرة تحت الحصار. الحوثيين أضف إلى ذلك استغلالهم، لأنه إيران تكسر القرار الأممي مجلس الأمن في 2000 رقم 2216 أنه حظر الأسلحة إلى الحوثيين. حظر الأسلحة إلى، نعم، في حين الموانئ الخاضعة إلى الحوثيين لا تزال لحد يومنا هذا تخضع لهذا الجانب، جانب تهريب السلاح وغير ذلك بالتباعد مع قرار مجلس الأمن. يعني نحن أمام حلقة أكبر مما هي عليه ميدانيا. كما قلت، إيران عبر ذراع الحوثي والتحالف العربي عبر الحكومة الشرعية. في نهاية المطاف لم يكن هناك حلا سياسيا صحا كما سيأتي في يوم السادس. سأسألك بالتحديد عن يوم الخميس ماذا سيحصل. سيد البخيتي، يبدو أن هذه حلقة مفرغة لن تنتهي. أنتم تتهمون، التحالف يتهم، لجان دولية تدين الطرفين، لابد من نهاية ما لهذه الحلقة المفرغة. أخي
صحيح. لذلك هناك يعني ملاحظة مهمة حول عمل المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، سواء كانت تابعة للأمم المتحدة أو مستقلة. المنطقة العمياء في عمل هذه المنظمات واسعة جدا، لأنها لا تعطي أي اهتمام لمعالجة البادئ في العدوان أو نقول البادئ بالحرب، ولا من يصر على استمرار الحرب ويراهن على الخيار العسكري. الآن السؤال، من بدأ بالعدوان؟ من يصر على استمرار العدوان؟ من يراهن على الحسم العسكري؟ أليس الدول العدوان ومرتزقتها؟ وبعد ذلك هم يتحدثون عن أي عن انقلاب، عن مواجهة انقلاب. لا يوجد انقلاب في اليمن. هم من انقلبوا على العملية السياسية في اليمن، لأن الشرعية هي شرعية توافق، وهم من انقلبوا بشكل واضح وصريح على اتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي بنى عملية سياسية جديدة تقوم على أساس التوازنات الداخلية، ولم تعطي أي امتيازات لأنصار الله. لاحظ نفس التحالف الذي يدمر اليمن تحت عنوان إسقاء يعني حماية شرعية رئيس فقد كل مقومات البقاء، هي نفس الدول التي تدمر سوريا تحت عنوان إسقاط شرعية رئيس لا زال يمتلك كل مقومات البقاء. لا اسمح لي، لا تدخلني بسوريا. بشار الأسد، بشار الأسد صار عنده شرعية، رئيس جمهورية مصر العربية بشار الأسد صار عنده شرعية. سيد البخيتي، لا تدخل سوريا باليمن لو سمحت. موضوعان مختلفان كليا. سيد أخي الفاضل، هذا رئيس دولة، رئيس دولة قتل نصف مليون من السوريين. لا يحق لأي دول في العالم أن تتدخل في دولة من أجل تغيير رئيس. هناك ثورة شعبية قامت مثل ثورة اليمن ضد الأسد. لا تدخلني في موضوع سوريا، الموضوعان مختلفان. دكتور الجبوري، هل مع اعتراف التحالف العربي الآن بما فعل؟ شوف، لماذا يستهدفون الأسد؟ لأنه مع محور المقاومة. لا يريدوا هذه. نعم. لأنه عميل الأمريكا. نعم. مسكين بشار الأسد. بشار الأسد مسكين. ابقى معي لوخيتي. دكتور الجبوري، هل يؤشر اعتراف التحالف العربي بكل ما جرى اليوم مرحلة جديدة ربما بالأداء العسكري لهذا التحالف، يكون فيها حريص أكثر على أرواح المدنيين بدل كما يقال الاستهتار بهم بهذه الطريقة؟ هل نتوقع أداء أكثر كفاءة من التحالف العربي عسكريا؟ وأشار المتحدث الرسمي العسكري قال بصورة واضحة أنه من الآن يجب أن يكون هناك تركيز، يجب أن يكون هناك دقة، وبالتالي عدم تكرار هكذا أخطاء فادحة. أضف إلى ذلك الإقرار سوف حتى يساعد ويساهم بصورة أو بأخرى إلى دعوة الأمم المتحدة في السادس من هذا الشهر إلى المحادثات من أجل وضع أو الوصول إلى حل سياسي لدى الأطراف المتنازعة في اليمن. يعني الآن صورة التحالف العسكري تختلف عن قبل 48 ساعة، أنه إقرار بهذا الشيء، وهناك ترحيب أمريكي بالمناسبة بلا شك بهذا بلا شك، وترحيب حتى من قبل كثير من الدول حول العالم، أنه يجب أن يكون هناك إعادة نظر. وفي نهاية المطاف الحسم العسكري لن يأتي، لأنه مجرد أن يوجد حتى جيب صغير يتمرد تبقى المشكلة. وهذه الحرب يعني لا تنتهي ولا تنتصر، لابد من طريق آخر. هذا صحيح. سيد البخيتي، هناك مفاوضات تعود بعد انقطاع طويل إلى جنيف يوم الخميس المقبل، وحتى الآن هي مفاوضات غير مباشرة، ماذا تنتظرون منها أنتم؟ طبعا لنكون واقعيين وصريحين مع الشعب العربي ومع الشعب اليمني، مسار الأمم المتحدة للحوار أو للمشاورات أو للمفاوضات سميه ما شئت أصبح مثقل بالأعباء ومليء بالعوائق. أكبر عائق هادي وجماعته، حيث أصبحت مصالحهم مرتبطة باستمرار الحرب، باستمرار الأزمة، لأن التوصل إلى اتفاق يعني تشكيل سلطة انتقالية جديدة مقبولة من جميع الأطراف، لأن أي طرف لم يستطع حسم المعركة لصالح. بمعنى سيكون هناك رئيس جديد وحكومة جديدة، وليس هناك حكومتين. يعني هادي ليس من مصلحة ذلك، لذلك سيعرقل. أيضا القرار ليس في يد هادي. هادي لم يعد يمتلك أي شرعية على الأرض ولا على شبر واحد في عدن أو المناطق التي تحت سيطرة قوى الاحتلال ومرتزقتهم في الداخل. إذن هذا مشكلة كبيرة، هذه عوائق. أيضا يعني هذه أعباء، أيضا مليء بالعوائق، يعني هذه عوائق. تأكيدا لكلامك، أيضا مليء بالأعباء. تأكيدا لكلامك، اسمح لي. المصالح الدولية. نعم. حيث ستكون. تأكيدا لكلامك. ستكون حاضرة. اليوم كان هناك مظاهرات في عدن بسبب انهيار العملة. تأكيدا لكلامك، يعني أن التحالف لا ينجح في أي جبهة. نعم، أيضا أخي الفاضل،
هناك أيضا يعني أعباء وهي المصالح الدولية ستكون حاضرة في أي تسوية سياسية يمنية، وهذا ستكون على حساب مصالح اليمن بل وعلى حساب كل المكونات السياسية اليمنية. لذلك أنا أقول ونحن نقول في أنصار الله يفضل أن نخلق مسار داخلي للحوار يمني يمني، وفي هذه الحالة لن نكون بحاجة لتقديم أي تنازلات لبعضنا البعض. كل ما سنحتاجه هو أن نتوقف عن قتل بعضنا البعض، أن نحترم بعضنا البعض، وهذه كلها مكاسب، وسنصل إلى سلام مشرف يضمن كرامة وأمن الجميع. ولا بأس أن يكون هناك مسار خارجي بين طرفي الصراع بيننا وبين الدول المعتدية لوقف الحرب ولبناء عملية سياسية في المنطقة تقوم على أساس احترام سيادة الدول، وأيضا أن يكون بيننا مصالح مشتركة. هذا هو يعني الشيء الصحيح، لكن هذا المسار مثل ما قلت لك لذلك فرص نجاحه بسيطة جدا. أيضا الأخ في الاستوديو لاحظ يتحدث معك يقول لك عندما سألته قلت له لكن هم الصواريخ هم يردون السعودية تضربهم، قال لك لا يعني ما يعني اعترض يعني مش عاجب له هذا الكلام. لاحظ أخي الفاضل هناك منطق سائد الآن ليس في المنطقة العربية ولكن ربما في العالم، يقول لك أن القوي يعني أن الضعيف يجب أن يخضع للقوي وأن الفقير يجب أن يخضع للغني. هذا المنطق قد يكون سائد لدى بعض الشعوب، لكن هذا المنطق لا يمكن أن يكون مقبولا لدى الشعب اليمني. أغلى ما يملك الشعب اليمني هي حريته وكرامته. الله سبحانه وتعالى يقول عن هذا الشعب أولي قوة وأولي بأس شديد. يعني وشوف الآن في تحالف عالمي واسع لكن الشعب اليمني صامت. أنا أقول لك إذا كان هناك ما يعني ما يفتخر به أي عربي فهو صمود الشعب اليمني الذي لم يسبق له مثيل في التاريخ رغم حالة الانقسام. أيضا نحن نقول لهم الشعب اليمني منقسم على نفسه، ناس معكم وناس ضدكم. دكتور الجبوري يبدو أن الحوثيين يتحدثون من منطق قوة، لا يعولون كثيرا على محادثات جنيف ويقولون تعالوا نتفاوض في اليمن، وهم ربما يبدون على أن التحالف العربي فشل عسكريا في تحقيق أهدافه. هم مسلوبي الإرادة، هم أداة إيرانية لينكونوا واضحين وصديقين. يعني حكومة السيد عبد الرب منصور هذه هي ذات إرادة مستقلة؟ الحكومة الشرعية لها اعتراف من قبل الجامعة العربية من الأمم المتحدة، حكومة شرعية. الذي انقلب على الحكومة الشرعية هم الانقلابيون وجرى ما جرى. يجب أن نكون أيضا بلغة القانون نتحدث من هو الشرعي من هو غير شرعي، من الذي يفرض نفسه بقوة السلاح عبر استراتيجية أو تمدد إيراني داخل البلدان العربية. أضف إلى ذلك الصلح أمر حتمي، ولكن المخارج أو المرجعات الثلاث التي وافقت عليها جميع الأطراف من جبهة الحوثيين هم الذين يرفضون. ثلاث مراجع بالنسبة للحكومة الشرعية توافق عليها، بعض الأطراف الأخرى موافقين عليها، هذه المراجع الثلاث يعلمها الزميل المتحدث من اليمن، ولكن لا يرضون فيها ولا يطبقون تلك المراجع الثلاث لأن إيران لا ترضى بذلك. إيران تريد أن تحافظ على التمدد مالي لاستراتيجية كبيرة تخص الاستراتيجية الإيرانية في المنطقة ولا تخص الحوثيين. الحوثيين شأنهم شأن أي ذراع آخر في سوريا في العراق ينفذ ما يريده أو يتم طبخه في طهران. يعني هذه هي المشكلة، وإلا لماذا لا يوافقون على المرجع الثلاث ويعلمها تمام العلم هي المراجع الثلاثة يوافق عليها وتنتهي المشكلة. وهنالك من جملتها مؤتمر الحوار الوطني العام الحوثيين وافقوا عليه، تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 لماذا لا يرضون فيه؟ يعني ثلاث مرجعات هم وافقوا عليه لماذا يتنصلون عنها؟ ويريدون كما قال الضيف أنه نتحاور ونتحدث بمنطق جديد. نعم، بمعزل عن المفاوضات الخارجية. محمد بخيتي أخذ كلمة أخيرة منك بثلاثين ثانية رد باختصار. تفضل. نعم. عندما يقول نحن أداء إيرانية، طيب هم قالوا عن قطر أداء إيرانية وعن حماس أداء إيرانية، هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح. العدوان، هدف العدوان على اليمن هو إعادة السفير الأمريكي إلى صنعاء والسفير السعودي ليكونا هما الحاكمان الفعليان لليمن كما كان السفير الأمريكي بين 2011 حتى 2014. هذا هو الهدف الحقيقي لهذا العدوان على اليمن. وعندما يتحدث عن قرار مجلس الأمن، أنا أسألك وأسأل العالم كله، هل قرار مجلس الأمن يؤيد هذا العدوان ويشرع قتلي وقتل شعبي وقتل أطفالي؟ إذا كان هذا أنا أدوس على هذا قرار مجلس الأمن بالجزمة.
يعني تقول لي أقبل بقرار يقتلني أنت يعني قد تقبل به؟ ما عندكم كرامة نسوي لكم يا أخي؟ إحنا مرجعيتنا القرآن الكريم وقاتلوا طيب. في سبيل الله الذين يقاتلونكم طيب طيب أمر إلهي نعم ولكنكم ومن اعتدى عليكم فاعتدوا نعم. عليه بمثل ما اعتدى عليكم انتهى الوقت لكن ولا تهنوا في ابتغاء القوم فإن يكونوا يعلمون فإن تكونوا نعم. تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون انتهى الوقت ما عندكم كرامة يا أخي نعم. انتهى الوقت انتهى الوقت في مثل هذا الشهر قبل عدة أعوام أنتم دخلتم إلى صنعاء في 21 من سبتمبر وانقلبتم على الحكومة آنذاك وبدأ وصار مسار للأسف مأساة في اليمن. شكرا لك السيد محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي وأشكر هنا في الاستوديو دكتور عماد الدين الجبوري الباحث والأكاديمي والشكر الدائم لكم أنتم مشاهدين على بقائكم معنا كونوا بخير.